تألق في مشاهدين الأعزاء الباز لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي. هكذا الباز يعود من جديد ليجدد إنجازه التاريخي مع هذا الشعار. تهانينا لا على هذا الفوز. توقيته دقيقتين 13 ثانية. نذكر الفائزين بالمراكز الأولى، هناك الجوائز سيتم تسليمها مع خط النهاية بعد نهاية سباق هذا اليوم. هكذا الأشواط مستمرة، ونجدد لكم التحية واللقاء من جديد في استمرارية انطلاقات أشواط صباحي هذا اليوم. وخلاص خلاص أهل الفطامين يكتشفون نوعية من أيضا مواهب ونوعيات هذا السن، سن الصغار بعد الختاميات. الكل يبحث عن جوهرة، ونسير إلى المقدمة وإلى الصدارة الأولى. مرحبا بك يا غازية حمد بن سعيد بن حمد المدوش. أيوة ولكن راغب لي اللي وصلت الآن، اللي تقدمت في هذه اللحظة. هذا شعار بالرويدة ولا يا اللي بركز أركز معاي اللي قادمة في هذه اللحظات، اللي وصلت في هذه الانطلاقة الجميلة. ما شاء الله ناخذ اللي تليها مع المركز الرابع. وفي المركز الرابع من اللي قادمة في هذه اللحظة؟ من اللي وصلت في هذا الانطلاق الجميل؟ شواهين ناصر بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري. الله 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 الله. ولكن عودة، عودة مع شعار المدهوشي، مع شعار المدهوشي. ولكن حركوها حركوها وانطلقت ما شاء الله وتبارك الله. 164 اذا صح التعبير مع هذه الانطلاقة بالرويقدة بالرويقدة. ادرك 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 عبد الله بالرويقدة، عبد الله بالرويقدة الاكتبي راح الى الفوز، راح الى الانتصار. سلام يا بالرويقدة سلام. ادرك 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 النوعية، هذه النوعية ما شاء الله اللي ينقال عنها حيها اللون الفليح، حيها الوجه والشكل الجميل. لحظة وصولها الى خط النهاية حققت هذا الفوز والانتصار. بينما في المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الاعزاء شواهين ناصر بن زيد بن محمد المسافري. وفي المركز الثالث كان الوصول من مشاهدينا الاعزاء كم رقمها؟ 119 اللي احتلت المركز الثالث. نعم اللي هي غازية حمد بن سعيد بن حمد المدهوشي. هذه النتيجة لثلاث المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني دقيقتين 14 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.